بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، موضوعنا اليوم هو عن نبات الجرجير. يعد الجرجير من أشهر الخضروات الورقية وأعلاها فائدة، فهو غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن الضرورية لصحتك. فما هي فوائد الجرجير تحديدا؟ لطالما اشتهرت المقولة الشعبية عن الجرجير، وهي: لو عرف الناس فوائد الجرجير لزرعوه تحت السرير. وهذه المقولة معبرة فعلا عن فوائده العديدة، حيث يعد الجرجير أحد أشهر الخضروات الورقية والمنشطة للإنجاب من ناحية زيادة عدد الحيوانات الذكورية وإنتاجها، وهو يمد الجسم بالمعادن والفيتامينات الضرورية، فهو يحتوي على فيتامين سي أكثر من البرتقال، وهو أعلى في تركيب عنصر الكالسيوم من الحليب، ولديه الحديد أكثر من السبانخ، ويحتوي أيضا على نفس السعرات الحرارية من البروتين مثل صدور الدجاج، ويعتبر مصدرا جيدا جدا لفيتامينات B6 وكاف وA وE وعناصر المغنيسيوم والفسفور والبوتاسيوم والمنغنيز والنحاس. لذلك فهو يقي من الشيخوخة ويقي من السرطان. فقد أثبتت العديد من الأبحاث دور الجرجير في الوقاية من السرطان، خاصة سرطان الثدي والرئة والقولون والمستقيم والبروستاتا، وهو فعال أيضا في خفض مخاطر سرطان الدم وسرطان الكلى، أيضا يخفف من أمراض الجهاز التنفسي، ويعالج أمراض الجهاز الهضمي وخفض مستويات الكوليسترول السيء في الدم، والسيطرة على ارتفاع السكر في الدم وتنظيمه من خلال إبطاء امتصاصه في الأمعاء، وبهذا يكون له دور كبير لمريض السكري. أيضا يعزز صحة القلب، وله دور في الوقاية من تصلب الشرايين نتيجة لاحتوائه على كميات وفيرة من اللوتين. أيضا يعزز صحة العيون، ويحسن من وظائف الجهاز المناعي، ويحافظ على صحة العظام، وأخيرا وليس آخرا يعمل على تعزيز صحة الحوامل. وطبعا عندما نتناول فوائد الجرجير الصحية المتعددة، لابد وأن نذكر أهم المحاذير المتعلقة بتناول الجرجير، وهي فيما يلي. طبعا احنا نذكر دائما الفوائد والمحاذير، أي مادة غذائية لها فوائد ولها أيضا محاذير الاستخدام. يجب الحذر من قبل الأشخاص الذين يتناولون الأدوية المسيلة للدم عند تناول الجرجير، وذلك لأن الجرجير غني بفيتامين كاف كما ذكرنا، الذي قد يتداخل مع عمل هذه الأدوية. أيضا الحرص على وضع الجرجير في الثلاجة بسبب احتوائه على النترات، والتي قد تقوم البكتيريا بتحويله إلى نتريت، وتسبب التلوث لأوراق الجرجير بما في ذلك عصائر الخضار التي تحتوي أيضا على الجرجير. أيضا الحذر من استخدامه من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 4 سنوات، والأشخاص الذين يعانون من قرحة المعدة والأمعاء، والذين يعانون من أمراض الكلى الالتهابية. أدام الله عليكم نعمة الصحة والعافية. حبايبنا، بانتظار رأيكم وتعليقكم على هذا الموضوع، لا تدعها تتوقف عندك، شاركها ولك الأجر والثواب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.